امبارح زي ما كلمت حضراتكم كان العيد القومي لأهالي الشرقية، كل سنة وكل أهالي الشرقية بخير وصحة وسعادة وأمن وأمان واطمئنان. العيد القومي لمحافظة الشرقية ده تخليدا لذكرى 9 سبتمبر 1881 لما وقف الشرقاوي ابن الشرقاوي الفلاح ابن الفلاح زعيم الأمة وبطل الفلاحين أحمد عرابي في ميدان في أحد ميادين القاهرة أمام الخديوي توفيق وأمام قنصل الاحتلال، وقال الكلمة الشهيرة في بداية الثورة العرابية: لقد ولدتنا أمهاتنا أحرار ولم نخلق تراثا أو عقارا ولم نستعبد بعد اليوم. ده كان ابن الشرقية أحمد عرابي، واللي سببه تم اختيار يوم 9 سبتمبر عيدا قوميا لمحافظة الشرقية. في معرض احتفال المحافظة بالعيد القومي خرج علينا امبارح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عشان يعلن الانتهاء وافتتاح 19 مشروع بقطاع الصرف الصحي بمحافظة الشرقية. 12 مشروع بمليار و200 مليون جنيه. بالمناسبة المهندس حازم الأشموني وده يعتبر يعني من أكتر المحافظين كفاءة جدد يعني بطبيعة الحال، ده راجل ليه باع طويل جدا في التنمية المحلية، اشتغل في معظم ملفات التنمية المحلية، وأنا شخصيا متوقع منذ قدوم هذا الرجل أن محافظة الشرقية تتغير، لأن المحافظة اللي عانت على مدار السنوات اللي فاتت من الإهمال الإداري والتخبط في المرافق والبنى التحتية جه الوقت بقى أنها تقب على وش الأرض. محافظة الشرقية رقم واحد على مستوى الجمهورية في القمح، قمح البلد دي أكتر من 27 أو 35% كمان من قمح البلد دي، لقمة العيش الغلة اللي احنا بناكلها بتطلع من محافظة الشرقية. لكن أنا لا أتهم الرجل، زي ما قلت لحضراتكم أنا أراه من أفضل المحافظين اللي جم لمحافظة الشرقية، لكن إعلانه أمس افتتاح 12 مشروع بقطاع الصرف الصحي في الشرقية بتكلفة وصلت 1.2 مليار جنيه. من هذه الأماكن على سبيل المثال يعني بعض الأماكن ومنها مركز فقوس مثلا، لنا أنه أنهى مشكلة الصرف الصحي في فقوس تماما. أنا مش هقول أن الراجل ده كذاب ولا هقول أن الفلوس دي اتصرفت على الفاضي، لكن هروح أشوف ال 12 مركز اللي اتكلم عنهم سيادة المحافظ وقال انه دفع فيهم فلوس وقدموا خدمة طيبة للمواطن. حال المواطن في فقوس معاناة مستمرة لأهالي بعض المناطق ومنها منطقة جهينة الإبلية تبع مركز فقوس، صرف الصحي عندهم يا باشمهندس حسام يا باشمهندس حازم آسف متوقف من 15 سنة. حق الناس دي تعرف كيف تم حل مشكلة الصرف الصحي في فقوس شرقية واحنا ما عندناش صرف صحي بقالنا 15 سنة. قبل 15 سنة جات الشركة هد خبط رزع اردم حط مواسير ومشيوا. مشيوا، الكلام ده كان في 2005 حسب كلام المواطنين، او حتى النهارده 2005 بنتكلم عن 20 سنة كمان يعني تقريبا او 19 سنة. ومحلك سر مجرد غرف ضخمة ومواسير كبيرة، لا في محطة اتعملت ولا في صرف اتعمل. أهالي الفقوس بيقول لك احنا مضطرين ننزح الترنشات 7 مرات كل شهر، والمرة الواحدة سعر النزحة أو العربية بيصل لخمسين جنيه. ما هو ده لأن الحكومة مش شايفة شغلها. ده فيديو لأحد أهالي منطقة جهينة الشرقية بيرد على السيد المحافظ حازم جهينة الإبلية آسف جهينة الإبلية بيرد على السيد المهندس حازم الأشموني المحافظ وبيقول نفسنا تشغلوا لنا حتى مشروع الصرف الصحي. نتابع الفيديو مع حضراتكم. العمدة عبدنا مبعلاوة وعمدة جهينة الإبلية، احنا طبعا في القرية تعتبر من أكبر قرى مركز فقوس، تعداد سكانها حوالي من 30,000 نسمة. القرية محرومة من التعليم الإعدادي، ولذلك الحاج حسين نوفل تبرعت بأرض لبناء مدرسة إعدادية،
ومن ضمن المعوقات والمشاكل اللي بتواجه القرية بالكامل هو مشروع الصرف الصحي. مشروع الصرف الصحي بدأ في القرية من سنة 2005، وتم فحر شوارع القرية وتم بناء المحطة، إلا أن احنا لحد النهاردة ما تمش استخدام الصرف الصحي في القرية، بسبب أن المحطة الرئيسية اللي هتسحب من المحطة اللي داخل القرية ما تمش تنفيذها لحد الوقت الحالي. الرحمن الرحيم. أوه كلام عمد، تعرف كلام العمد ده ما يتقالش وراه بقين. الراجل ده عمدة القرية، عمدة جهينة الإبلية في فاقوس شرقية، بيقول لك من 2005 جم حفروا وادى وش الضي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتمنى المهندس حازم الاشموني يسمع لهذا الرجل، يسمع لاكثر من 25,000 مواطن عايشين في قريه واحده في فاقوس بلا صرف صحي من 2005 للان. نسيب فاقوس، تعال نروح ايضا لاولاد صقر، ايضا من المراكز اللي اتكلم عنها امبارح سياده المحافظ. اولاد صقر بيقول انهينا الصرف الصحي في اولاد صقر منذ بدايه العام الجاري، لكن عندنا هذه الأخبار وهذه الاستغاثات ومناشدات الأهالي. جزيرة كاملة اسمها جزيرة الشافعي في مركز أولاد صقر بدون صرف صحي يا سيادة المحافظ. طب الناس دولت مش موجودين على الخريطة عندك؟ يعني فاقوس ماشي، قلت فاقوس بعيدة شوية عن الزقازيق، طب أولاد صقر مش عندك؟ مش متدونة؟ مش مكتوبة في التوزيع الجغرافي للمحافظة؟ مش من ضمن المليون و200 مليار جنيه اللي اتصرفوا، المليار و200 مليون جنيه اللي اتصرفوا من بداية 2018 للآن حسب كلام سيادة المحافظ على الصرف الصحي؟ طب أزيدك أيضا من الشعر بيت، ده في 2023 في ديسمبر اللي فات، يعني قبل سنة من دلوقتي، المحافظة أو حياة كريمة أعلنت إنفاق مليار جنيه على أربع محطات صرف، منهم واحدة في فاقوس، واحدة في أولاد صقر. يعني مليار السنة اللي فاتت ومليار و200 مليون جنيه السنة دي، يعني بنتكلم حسب كلام الحكومة مش كلامي أنا، 2 مليار و200 مليون جنيه على الصرف الصحي في محافظة الشرقية. وما زال أهالي الزقازيق بقى اللي هو تقسيم المهندسين يا سيادة اللي هو المحافظ، اللي هي إيه أحلى حتة فيك يا زقازيق، الصرف الصحي عامل عندهم كده. رد رئيس شركة المية والصرف الصحي في الشرقية يعاقب عليه القانون. يعني أنا لو مسؤول في هذه البلد وجه الراجل قال البقين دولت، بيتهيألي ده أقل حاجة يتفصل من من من, من الوظيفة. ليه؟ الناس بيوتها غرقانة والصرف الصحي مال الشوارع، يطلع الراجل يقول والله إحنا ملناش دعوة لأن الشبكة اللي معمولة في تقسيم المهندسين بالزقازيق دي شبكة أهلية والمواطنين هم اللي عاملينها. طب ما هو المواطن هو اللي عامل الشبكة، لأن سعادتك وجنابك وحضرتك ومعاليك من السادة المسؤولين والمسؤولات الأحياء منهم والأموات مقصرين في شغلهم، فالناس عملت كتر ألف خيرهم. ما تجيش تقولي ده هم السبب عشان عملوا الشبكة وما استنوش علينا إن احنا نعمل لهم الشبكة. أنا معايا فيديو أيضا عشان ما نضيعش وقت حضراتكم لانهيار منازل في منطقة علاء الدين بالزقازيق أيضا بسبب مية الصرف الصحي وفشل شبكة المجاري في محافظة الشرقية. نتابع شاملة من عند كوبري الجامعة لحد المطحن لحد كوبري الأزهر، وما عندناش صرف صحي من عند 2007 شبكة معمولة ومفيش محطة عشان الناس تصرف عليها. ابتدى الناس تصرف بعدها سلبي على الترعة او على بحر مويس، او بعد كده الناس بقى التانية اللي هم زينا بيكسحوا كل يوم والنقلة بقالنا اكثر من 8 سنين 9 سنين عمالين نشتكي في المحافظة والاسكان ومفيش حل للمشكلة خالص، والمجاري ده وهنا خزانات في المنطقة كلها نكسح كل يوم والتاني الدور ب 40 جنيه و5. هو يعني انا من كل قلبي اتمنى السادة المحافظين ينجحوا في مهمتهم او في وظيفتهم، السادة المحافظين الجدد وعلى راسهم المهندس حازم الاشموني، لكن طول ما انت بتقول كلام ينافي الواقع، طول ما انت منفصل عن المواطن ومشاكله واستغاثاته، قلت لي حلينا المشكله في فاقوس، طب ده فاقوس، حلينا المشكله في اولاد صقر، طب ده اولاد صقر، حلينا مشكله الزقازيق،
طب بدل الزقازيق الناس بتقع البيوت فوق دماغها، طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ اتحرك يا سياده اللواء او سياده الوزير، سياده المحافظ، انزل شوف الناس دي. وكفايه بقى تقارير بتتقدم. انا متخيل يعني متخيل ان الاستاذ او المهندس حازم طلع قال البقين دولت بناء على تقرير اتقدم له، ما هو التقرير ده بيتقدم للمحافظ بقاله 8 9 سنين، بيطلع المحافظ يقول عملنا وخلينا 3 سنين بس، صرف فيهم 2 مليار و200 مليون جنيه، والناس عايمه في الصرف الصحي والمجاري. ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش حد بيقول ان احنا عندنا مسؤولين في البلد محتاجين يتعاقبوا في ميدان عام بالطريقه التي يرتضيها الشعب المصري.